الشيطان لأنه خراب للدنيا. على أساسك مش هيك. الله كان رايد الإنسان يكون الخليقة الحسنة جدا، لأنه يا إخوان لا يمكن اكتشفك انه بتحبي كائن محب الا اذا كان في حدا قبالك حبه. اذا ضلنا كل السنه يقول شو محب شو محب محب مين؟ بتقول عابلك انا فسري لي، لانه في واحد عمل معه هيك شيل حب. اذا دائما الحب يتطلب شخصا اخر. إذا الله لما خلق الإنسان خلقه مش واحد من مخلوقات الكون، خلقه ليبرهن الله إنه محب. لك مسؤولية الإنسان. إذا خليقة الله للإنسان إنه الإنسان أصبح الصورة الواضحة عن محبة الله. خطية آدم شو هي؟ أنه آدم شوه الصورة أنه الله مش محب. قبلها من تفسير الحي أنه لو مزبوط الله بده إياكم تقلتكم ما طعميكم كأن حتى ما تصيروا متره، إذا فيها نقص بالمحبة. إذا الحي ضربت على نقص حب الله، وهيدي هي المشكلة اللي صارت كل القصة. الحي خلينا منكم، تعرفوا انه الحي هي الحيوان اللي ما بيسمع؟ ما بتسمع. يلي ما بيسمع مقصود انه ما ممكن هيك يصير يسمع كلمة الله. الحي هذا الشيطان بابا ما بيسمع كلمة الله، اذا ما في تغيير ما في تحسن بالوضع. شغلة تانية، الحي هي آلهة عند البابليين، الإله الخصب والحياة. الحي اللي بقتل الطب والصياد اللي مش حي. شو بيعمل الطبيب؟ هو اللي بيعطيك الحياة، بيساعدك على بس الحياة الصحيحة. إذا رمز للحياة والخصب بسفر التكوين شو عم بقولوا لكم؟ الله يلي نفخ الإنسان نسمة روح حياة وحية، معتبرينه هو إله الحياة. عند البابليين رمز الخصب والحياة هو الحي. إذا أنت مع أي إله بدك تمشي؟ مع الإله يلي بتظن إنه بيعطيك الحياة، ولا الإله الحقيقي يلي بيعطيك الحياة الحقيقية؟ كتب لك قصة آدم إنه آدم جدك سمع الحي، أنت مين بدك؟ إذا الكاتب لمن عم يكتب ما عم يكتب قصة الله، عم يكتب لك قصتك مع الله من بعد ما تقرأ القصة، لأنه موقفك شو؟ الآلهة البابلية الأشورية إلى ما هنالك كلهم بيجعلوا الكاتب خدام، لا بل الملائكة خدام بصيروا. أنت الوحيد سيد يا إنسان. ليش؟ لأنه أعطاك سلطة إنه تسمي الخليقة أنت. معي؟ قال له أنت بتسمي الخليقة، وأدخله الإنسان باليوم السادس. يقول وقال الله لنصنع الإنسان على صورتنا ومثالنا ليتسلط على أسماك البحر وطيور السماء والبهائم وجميع وحوش الأرض وجميع الحيوانات التي تدب على الأرض. حصلوا المقطع بالمزمور والدبابات والكذا والكذا وجميع الحيوانات التي تدب على الأرض. فخلق الله الإنسان على صورته، على صورة الله خلقه، ذكرا وأنثى خلقهم وباركهم وقال لهم انموا واكثروا واملأوا الأرض واخضعوها وتسلطوا على أسماك البحر وطيور السماء وكل حيوان يدب على الأرض. وقال الله
ها قد أعطيتكم كل عشب يخرج بزرا على وجه الأرض كلها، وكل شجر في ثمر يخرج بزرا يكون له طعام، ولجميع وحوش الأرض وجميع طيور السماء وجميع ما يدب على الأرض بما فيه نفس حية أعطيت كل عشب أخضر مأكلا، فكان كذلك. ورأى الله جميع ما صنعه فإذا هو حسنا جدا. وهذا أكلة السماء والأرض الأخرى. بمطرح تاني بالخلط أصحاب البعض يحكي إنه عطاه سلطان يسمي، وإذا أنت بتسمي يعني بيكون أنت سيدة لي بتسمي الشغلة. تذكركم شو كان اسمه بطرس؟ سمعان صفا صفا كفا صفا صفا كفا يعني صخرة، كفا بالعبراني يعني صخرة. عنده اسم بس لما يسوع قال له هلا انت بصير اسمك بطرس، صار هو سيد علي يعني صار بطرس تبع له. عشان هيك بالمعمودية وقت تعملوا الولد تعطوه اسم، الاسم الثاني انه هيدا صار ينتمي الى شخص معين غير انتمائه لالي البي والام، عشان هيك بتعطوه وبتسموه اسم اتيس، لانه انتوا رايدين أن يكون انتمائه لهالحالة القدس القداسة. ما بتسموه اسم تاني، إنه كان اسمه إبراهيم سميني خالي ما له علاقة، ما بتعني شيء. بدك تسميه لشخص انتمائه صار غير مطرح. شو يعني تاني الاسم؟ يعني أنت ختمته ليروح على حسب الختم كوالد البول. إذن التسمية يعني التسلط، يعني صار هو بيسود عليه لما الله قال له للإنسان سمي أنت سيد الخليقة، لأنه ما بيقدر حدا يحكي عن حبيب ومحب إذا بيبقى المحب هو السيد واللي بتحبه بيبقى عبد. هذه ما اسمها محبة. المحبة هي وقت أنا أحبك تلقائيا حبي لك بيرفعك انت لمستوى اقل اعلى من مستويه مش ادنى من مستويه. اذا لمن الله قال لنصنع عنا الانسان على صورتنا ومثالنا، مش قصة انه عنده حرية وما عنده حرية، لا لا، لنصنع عنا الانسان على صورتنا ومثالنا. ما بتزبط برغم انه انا الاله المحب الا اذا اللي بدي احبه بده يكون على مستوي او انا بشعله على مستوي، ولا الحب ناقص. تصور واحد امير بحب الجارية تبعيته هويان، فيكن عم يحضروا. إذا السلطان سليمان حب لهيام كانت جارية عنده، شو بيش على سيدة القصر؟ الحب يرفع من مستوى العبودية إلى مستوى السيادة. هكذا أحب الله العالم حتى إنه أرسل ابنه الوحيد. لشو؟ أكثر من وقت الله حب الناس جعل الناس أعلى مستوى من ابنه وجعل ابنه خادما للناس. لا مين بحب هيك؟ أي واحد. إذا الحب هو اللي بيجعل الإنسان على صورة الله ومثاله من الله. إذا نزلت كنت فسروا لي شو يعني الإنسان على صورة الله ومثاله؟ يعني دخل بحالة الحب. والحب هو الصورة الواضحة عن الحرية، لأنه أنت فيك تخدمني بالقوة،
فيك ترجعني بالقوة بس ما فيني أجبرك تحبني. الحب هو الصورة عن الحرية. إذا الله من هون إنه الله خلق الإنسان حر، لا، الله خلق الإنسان كائن محب مثله، بس لأنه محب هو حر، ولأنه حر قرر يتصرف مثل ما بده. الحرية مع المسؤولية بتعمل قداسة، الحرية بلا مسؤولية بتروح على غير مطرح. هذا قصة الخلق، ما لنا قصة كيف خلق الله الكون، لا، مش قصة كيف الله خلق الكون، القصة مين خلق الكون. ومش الله، إلهي خلق الكون. جارنا بقول عن الله، لا، بحكي عن إلهي أنا خالق الكون. إذا وقت كاتب المزمور ببلش بارك يا نفس الرب، إذا عن مين عم يحكي؟ عن إلهه. أيها الرب إلهي، مش أيها الرب إله الكل للآخر، عم بحكي عن إلهي. وهيدا إلهي اللي عامل اللي عامله، مش هيك بآخر جملة بيقول بارك يا نفس الرب. ما عندي شيء تاني، أنا ما فيني أعمل غير مجد وبارك. كل اللي صار بين أول جملة باركي بالآخر جملة باركي شغل الله، أنا شغلنا. هذه القصة. إذا وقت أنتوا توقفوا وتردوا المزمور أو تصلوا، أنتوا شو عم تعلنوا؟ أنتوا عم تعلنوا إنه بين أول باسم الآب والابن حتى الأمين تبعيتكم، بين هاي وهاي كل شغل الله، أنتوا ما لكم شيء. إذا الصلاة شغلتها تفضح حقيقتنا. ليش؟ لأنه نحن حقيقتنا ظانين إنه نحن كل شيء. أنا اللي بشيل، أنا اللي بحط، أنا اللي بعمل. تيجي الصلاة تفضحك. إذا أنتوا وقت عم توقفوا تصلوا، أنتوا مش عم تحلموا الله، لا، أنتوا عم تحلموا موقف قوي عليك، أنتوا عم ترجعوا تتعمدوا من أول وجديد، لأنه عم تحلموا ربوبية ربكم، وبتنفوا وبتنكروا ربوبيتكم كل يوم اليوم على الناس اللي بتشوفوهم. لك ملام هاي الصلاة هنا كل مرة هيك بتعمل، ايه هاي الصلاة، وإلا بتصير سحر. السحر هو يكتفي بتمتمة الكلمات. بقول بولس من سحركم؟ من رقاكم؟ مين عملكم الرقوة حتى تصيروا هيك؟ تحيدوا عن الإنجيل. إذا الصلاة حتى تكون صلاة ما بتقدر تكون تمتمة كلمات، بدها تكون اعتراف بربوبية ربك وبإنكارك لربوبيتك أنت بأي لحظة، وبإنكارك لأي رب عليك غير ربك. خطيتك تقدر تكون هي ربك، مش هيك. اللي بيصلي المزمور هم عناوين في العبري، العناوين يعني الفقراء، يعني اللي بيوقف قدام ربه ما بده يفتخر بشيء، لأنه بيكون بمطرح من المطارح هو رب. عشان هيك طوبى للفقراء لأن لهم ملكوت السماوات. ليش؟ رايحين مزلطين، بدهم كل غنى يأتي من الله. إذا عندك شيء تنبسط فيه هيدا بيمنعك شقفة منك، بيكون الله احتلك، صار نص على نص محتل الله. هلأ بتفهموا شو يعني هين على الغني يفوت من صدق الإبرة، من الجمل يفوت من صدق الإبرة، من أنه الغني يدخل ملكوت السماء. بيعني أنه أنت ما سمحت لربك يكون ربك، انت سامح لربك يكون نص رب، ثلاث ارباع رب، في مطرح بعدك انت بتعتبر لك السلطان فيه. لا، من بارك يا نفس الرب، لبارك يا نفس الرب اللابس النور الصانع السماء المؤسس الارض. هدول اسماء الله الحسنى يا زلمه. كلهم هيك مزمور، كلهم مش مع بعض المزمور، بس مرمى مغزى المزمور هو اعلان ربوبية ربك عليك.
هلا حلو يكون انتم همكم وقت تقولوا المزمور انه الله سيد العالم كله. طيب شو نفع اذا الله سيد العالم كله ومش سيد عليك؟ ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ شو يعني؟ افترض الله سيد الخليقه بس ما سيد عليك، بيكون سيد الخليقه؟ ايه بس مش عليك، مش من الخليقة إلا إذا اعتبرت حالك أنت أيضا الله، إذا كمان هاي مشكلة تانية. وإذا اعتبرت حالك مخلوق والله مش سيد عليك، إذا الله من يسيد الخليقة؟ الله من يسيد الخليقة لسببك؟ شوف ما لها مسؤولية. مش هيك الصلاة هي فضاحة لإلي أنا عم بصلي. مش هيك؟ الصلاة ما بتاخد بس طابع حزن انه فضحتني، انه انا خاطئ، انه انا مش مستحق. فيها الطابع القهوة الفرح انه رجعت لقيت مين الرب كنت ضايع، لقيت مين الله طبعاً. واذا لقيت مين الله لقيت وين الحياة، لقيت وين المي، لقيت وين الهواء. مش هيك؟ هلا الفرصة اجتك لتركض على المي والحياة والهواء وتعود. هاي التوبة غير هيك تمتمات. بس هيدي كلمات ليست كلمات. اذا الحديث مؤسس الارض على قواعدها، تعرفوا انه إن نحن كل المدن بالفكر القديم تبنى المدن على عواميد. اذا بتكسر العمود بتقع المدينه، بتقع المدينه بيروح الملك، بيروح الاله تبع المدينه. أنا أقول أنت المؤسس الأرض على قواعدها فلا تتزعزع إلى دهر الداهرين. شو يعني؟ لأنه إذا بتتزعزع بتبطل أنت الملك. برهان إنك ملك إن المملكة تبعيتك ما بتوقع. مثلا مملكة المايا، كنت تسموها مملكة المايا، ما اندفنت واندثرت، تسموها مملكة خلص. المملكة هلا بريطانيا شو فيها من الملكية غير سورس؟ وعم بيحافظوا عليها بإيديهم رجعين. إذا تجوز أمير بدك تقول لهم محطات الفضائية توقف كل أخبارها لتنقل، وإذا حبلت مرته للأمير، وإذا خلفت مرت ألبير شو بصير بالدول؟ إذا ماتت ديانا اللي هن قتلوها 6 ملايين وردة على قبرها، بس قتلوها ليش؟ لأنه مانا من الملكية، هي مانا من الهوطة. مش بس هيك، لأنه بدها تنزل الملكية للشعب. هي قصة إنه حبت واحد، ما هو كان حابب 10 غيرها، مش هي مشكلة. مشكلة إنه عم تتصرف كأنه ابنة الشعب، يعني عم تكسرنا صورة الملكية. بتروح المملكة، هيدي الاساس. انتبهوا، فكرة الملك ما بتزيح من راسه. وانا برايي انجح شيء بالنظم هي نظام الملكي. بس اذا كان عم تطبق مظبوط. مش كل نظام ملكي ناجح. النظام الملكي اللي بيعمل نظامه صح بيكون انجح نظام بالعالم. والدليل الأسرة، العائلة. العائلة وقت يكون في بي محاوط عائلته وضبابة وعم بيعمل قرارات الصعبة، بتكون هيدا اسمها عائلة. إذا كان شغل مصدي بصير عائلة مفككة، بتبطل عائلة. ما في شيء اسمه عائلة مفككة، بطلت عائلة. إذا صورة الملك هو اللي بيجمع، هو اللي بيعمل عائلة. مش هيك لما نحكوا عن الاب والابن والروح القدس الثالوث، مين الاساس؟ الاب. يعني هدوليك مش اساس؟ لا، عم نحكي عن ابوه الاب، عم نحكي عن كلمه اب، يعني مفهوم الحب. مش هن الشركه ورئيس الشركه الاب، في اب، في ابن، في علاقه ابوه وبنوه. إذا أنت وقتها توقف وتقول بارك يا نفس الرب، أنت شو عم بتقول؟ ها
هذا الرب الذي واحد اثنين ثلاثة خلق شال حط كذا هو مين؟ يلذ له تأملي وأنا أفرح بالرب. العلاقة تصير علاقة فرح. لتنقل الخطأ من الرب والأثم فلا يقول ليش عم بيطلب هيدا؟ إنه ما معقول هيك خليقة بهيك خالق يشوهها وجود خطأ، لأنه بتشوه الصورة. شريك عم يتمنى ما يكون في حدا، بس عم بقول لتنقل الخطأ، يعني عم يحكي عن لانقرض انا، لانه انا من الخطا. اذا شو بتعمل انت بالصلاه؟ انت بتعلم تعمل ورقه معودك الصلاه. هذا كمان معنى جديد للصلاه. الصلاه هي ان تكتب انت ورقه معودك، انك انت القديم كتبنا لك ورقه معودك، هلا انت انسان جديد. نكتب لك ورقه معودك، نكتب لك شهاده ميلادك بنفس الوقت بكل صلاه، والا بصير الوضع تمتمات ثرثره. صلاه. امين. ابونا بس